هنبدأ بالقصة بتاعة والد حضرتك، انه ما كانش موافق في الاول انك تدخلي التمثيل، ولكن بعد الصورة اللي اتصورتيها مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافق. صح. ابدأي لنا بقى بالقصة دي. هو انا وانا كنت كلية تجارة جامعة اسكندرية، وانا في الثانوي كنت مثلت وخدت كاس صغير كده، فانا عايزة امثل، ما كنتش عارفة بقى هلاقي التمثيل في الجامعة ولا مش هلاقي. ماشية في كوريدور كده لقيت صوت تمثيل في أوضة، رحت فاتحة الباب لقيتهم رجالة كلهم شباب، يعني ما فيش بنات. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا بنحضر مسرحية بتاعت حفلة الافتتاح. قلت لهم طب معكوش بنات؟ قالوا مش بيرضوا. قلت لهم لا، انا مثلت في ثانوي وممكن امثل معاكم. ما صدقوا، راحوا مغيرين المسرحية وجابوا مسرحية فيها أم عشان أشتغل معاهم في التعارف، حفلة التعارف بتاعت أول السنة يعني. يعني أول دور كان دور أم؟ أيوة. سبحان الله. وكان عندك وقتها 19 سنة، عمال في دور 18 حتى. 18 سنة أو 19 سنة في الوقت ده، وبعد كده إيه اللي حصل؟ مثلت بقى، فطبعا تصفير وزعيق ما شاء الله وتسقيف الله. وحاجات كتير قوي. وكان حاضر الحفلة دي الأستاذ حافظ عبد الوهاب، جاي بيفتتح إذاعة اسكندرية. الله. راح ناديه لي قال لي انت تيجي بقى تمثلي معانا في إذاعة اسكندرية. قلت له ما اعرفش. قال لي انا هعلمك. واداني ورقة كده كتب فيها عنوان الإذاعة، ايوه. كانت شقة كده في شارع سليمان، وهو المدير بتاعها. تعالي لي يوم كذا الساعة 2. رحت وقفني على الميكروفون وعلمني ازاي اخاطب الميكروفون عشان اشتغل اذاعه. ازاي تمثلي من خلال الميكروفون ومحدش شايفك، بصوتك بس. بس. وده طبعا حاجة صعبة دي جدا اذاعه للفنان. اسكندريه. الله. وبقيت قاسم مشترك في كل شغل اسكندريه. الله. طول ما انا في الجامعه. الى ان حضر، عملت مسرحيه اخراج حسن عبد السلام، عزم فيها كرم مطاوع. كرم مطاوع قال لي انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قلت له روح فين؟ قال لي تعالي مصر. قلت له ليا مكان؟ ما كنتش احلم. قال لي انا عندي مسرحيه على المسرح القومي تاليف عبد الرحمن شرقاوي، انت البطله. كمان قلت له بطله على المسرح القومي؟ اجي. قلت اجي من غير ما اسال البيت لسه. فرصه طبعا. ايوه فرصه ما تتعوضش. روحت على البيت قلت له يا بابا كرم مطاوع عايزني في مسرحية على المسرح القومي تأليف عبد الرحمن الشرقاوي ومن إخراجه وبطولة بطلة. بطلة. أيوة. بطلة وطن عكا. أم أبوي قال لي طب وهتروحي مصر إزاي؟ قلت له مفيش مشكلة، أروح أقعد عند عمتي اللي هي عمة كويس عايشة كنت محظوظة، وعمتك كان عندي عمة موجودة في القاهرة. في القاهرة. وجيت القاهرة عشان أعمل وطن عكا، وهو جه معايا حضر، شاف الأول بروفة بنات القومي، ما عجبهمش إن كرم يجيب واحدة من بره. من بره طبعا. فبقوا يضربوني برجليهم وإحنا على الترابيزة. لا يا نور أبيض. فأعمل كده. مين اللي لاحظ؟ مين؟ سميحة أيوب، كانت قاعدة في آخر الترابيزة حبيبتي. فقالت لي تعالي، أنت كل شوية بتتفززي ليه؟ قلت لها بيضربوني برجليهم. راحت فاتحه قلت لهم انتوا فاكرين دي جايه من الشارع؟ دي بكالوريوس تجاره، دي بطله فرقه اسكندريه، والمخرج اختارها، ما حدش فيكم يتكلم، تعالي سمير اقعدي جنبي. الله. زعقت لهم. رحت قايمه جري وقاعده جنبها. طبعا حمايه. حمايه. الله. فعلا كانت حمايه ليا، وبقيت اشتغل بقى بحريه، ما فيش حد بيضايقني. وطلعت وطني عكا دي، قعدنا 6 أشهر على المسرح، كل الناس كتبوا عني، واحد كتب فاطمة رشدي الجديدة الله. اسمها سميرة عبد العزيز. الله الله الله. فكانت حاجة جميلة يعني. طبعا. كانت بداية بالنسبة لي عظيمة جدا. من بدايتك نجمة ما شاء الله. أنا بعشق المسرح. ما شاء الله. يعني أنا فعلا وقوفي على المسرح ده متعة شديدة جدا ليا. طبعا. ولذلك أنا ببحث عنه، يعني أنا طبعا بدور إني أشتغل دايما أنا اللي بطلب.